بتكلفة إنشائية بلغت 7 ملايين جنيه. افتتح وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية مسجد عزبة أشمون الكبير بمركز ديكيرنس بمحافظة الدقهلية بعد بنائه بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف. خلال خطبة الجمعة أكد علماء وأئمة الأوقاف على الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم والاهتداء بهديه، وذلك استمرارا لتفعيل حملة الأوقاف تحت اسم هذا هو الإسلام طوال شهر ربيع الأول. متابعة. في صورة تجسد واقع المجتمع المصري والتعايش الديني المشترك، وزير الأوقاف جمعة ومحافظ الدقهلية شاروبيم يفتتحان المسجد الأكبر مساحة ببلدة عزبة أشمون بمركز ديكيرنس، ومن خلال رسم صورة بهية تجلت في مشاركة المحافظ حضور خطبة الجمعة داخل المسجد، يأتي التأكيد أن لا صوت يعلو فوق صوت الدولة الوطنية. سيادة المحافظ، وجوده وسماعه للخطبة في وسطنا وتجسيد للوحدة الوطنية بين الشعب المصري اللي احنا طول عمرنا من زمان، واحنا كده كنا طول عمرنا، ماشي حاجة جديدة بالنسبة لنا ان شاء الله. يعني مصر لا فيهاش ارهاب وما فيهاش فرق بين مسلم ومسيحي. النهاردة المحافظ بتاعنا كمال جد شربين مسيحي، ودخل معنا الجامع وقعد معنا في الخطبة بتاعتنا، وحضر معنا افتتاح الجامع مع فضيلة وزير الاوقاف، والشعب كله مترابط ومتماسك والحمد لله. والصرح اللي اتبنى دوت فيه ناس مسيحيين من أصدقائي، أنا أعطوني فلوس للجامع ده مشارقة منهم. وفي شهر مولد خير الأنام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تستمر حملة وزارة الأوقاف في التعريف بأخلاقيات الإسلام وحياة النبي التي تعد ترجمة حقيقية لأخلاق القرآن وأموذجا للإنسانية الراقية في أسمى معانيها. هذه الحملة حملة تفعيلية من وزارة الأوقاف إلى أئمة المساجد وإلى مفتش المساجد وإلى من يعملون ببيوت الله سبحانه وتعالى للتعريف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه، حتى يتسنى لكل مسلم معرفة هذه الأخلاقيات، وحتى يقوم المسلمون بتطبيق هذه الأخلاق في واقع حياتهم المعاصرة. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، على المسلم منا أن لا يكون كذابا، أن لا يكون لعانا، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب الله ورسوله كما يحب نفسه وأكثر من ذلك. بمشاعر الحب والود والوئام، ابتسامة رسمت على الوجوه من أهالي القرية الحاضرين في افتتاح المسجد مع المسؤولين، ابتسامة أكدت على عمق وحدة المصريين الوطنية وجذورها الراسخة على مر التاريخ. من محافظة الدقهلية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.